اسمع غير باء باء باء. شوفيه باء. تعرف واحد الحمى هذا اليوم ما نحكيكم شو ساي مش قاس نحكي. شوف ملي دخل الحموان ماشي حموان كيما تاع اليوم صدقوني نقسم لكم بالله العلي العظيم على دي زاد. وقولوا لي نتوما الجمهور العباسي لا راني نكذب تقولوا لي في الكومونتير راك تكذب اليوم. واحد الحموان اليوم نقسم لكم بالله بالك اليوم وصلت تكون ديباسيت حتى ميم نقدر نقول لكم 44 دوغري حتى 45 دوغري اليوم. واحد الحموان ياهو ياهو يعني نقول لك ما كاش قطيع قول خرجت انا كانت الربعه وعاودت وليت يعني نقول لك تعكي يعني نقول لك مش قاش نحكي ما كاش قطيع دونك رانا خارجين قريب المغرب رانا خارجين غادي نشري مع قرانا صايمين انا صايم اختي صايمه طول موند كاع الناس راها صايمه غادي نشرو شويه تاع لاكريم باش كي نفطرو في هاد السخانه وهاد الحموان نبردو شويه الكاشوش تاعنا. الوغ راني غادي نجيب لهم لاكريم بومبا طالك قال لك جيبوا لنا البومبا غادي نجيب لهم البومبا تاع لاكريم بيان سور لاكريم مين تروح تجيب نجيبوها لعبد الله مول لاكريم توجور عبد الله مول لاكريم البكري معروف في مدينة سيدي بالعباس راه كيما نقولوا حنا قدور السيس ولا عبد الله مولا كريم من بكري كان عندها حاط لهي كان حال لهيها كون اون فاس القهوة تتلي ابخي هذاك لو طون كيخدموا الترام وخدموا كيسموه كلش بدلوا لها الكوسك تاعه طلعوا هنا شوية الفوقة هنا عند الحاكك وراه عند الغاشي شوف رمضان ما تلقاش بلاصتك هنا رمضان هو بلوس يدوي عليه عندها واحد الجو با 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 يبرد الكاشوش يا خويا يا خويا الور هادي انا غادي نجيب لهم البومبا نجيب لهم بومبا وزيد نجيب لهم الجو معاها بومبا بلا جو ما درنا والو شوف الغاشي شوف بومبا والجو شوف خويا صعبة ما اخي والو على شو ولد عمي حمان تاع اليوم يا ولدي انا في فوبورتير هنا راكم في الحومه تاعي وين كبرت مش لعبت هنا في بلاصيطه كنا نضلوا هنا لعبنا هنا نضلوا هنا نقصروا هنا كنا نباتوا هنا في بلاصيطه نباتوا مقصرين ايوا كده الشيخ كي كان بدلت الحومة حصرة قلي وانت قا هكا وتحومة ولا والله لا بيبار قاع مساكين هجروا قاع لي مات مات ايوا تهويدات على لوندو هادي كنا نقولها بيا باكا مايك أو قاعدة وتحومة هذا دابا كذا السلام عليكم عاودة عاودة لا حفدك لا يسترك هذا كان حالو تاع خالي نوردي خويا هذا غادي يدوب لنا صح غادي يدوب غادي يدوب هادو من هنا راه غادي قريب يأذن باش
نتوضا ولدي ونصليو غادي غادي تدوب لنا غادي منا نلقى حتى تدوب. اي داك الحمار غادي نطلعو منو. شوف قدامك ولدي بومبا هاكا طلي بزاف داك الفاني هذاك طق قدها صغيره يوكو يو هزتها قدها. مجد مجد الكوثر مثلا مجد صلوا مجد الكوثر ها طلعوا صلوا نتوضوا باش نصلوا نتوضوا 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 قبل نتوضوا قبل باش نصلوا ها دخلنا طلعوا قال لك ندخلوا نصلوا توفيق عندها الصح بارك الله فيك ولدي راهو شوفوا شويه لومبيونس منها تاع كنا بصحنا تاني كيما كنا نلعبوا فرحانين بنهار تاع العيد وشكون اللي جاب الخروف الكبير خروف بلا قرونه هي ولي بلا قرونه غي ولي ما يدخلش للدار بوا بلا قرونه غير مش غتجيبه او ايوا شدي تاني العقل جداتي الله يرحمها ويسعليه ويسعليها ويرحمهم كاع ويرحم أمة محمد خاطر جاب لها زوج خرفان شابين راني نقول لك هذيك ليبوك هذيك راني نحكي لكم هذه في الثمانينات قالت لهم قالت لجدي قالت له قالت له غير ترديها قالت له انا الخروف اللي ما يديش زي غليظ ما يدخلش لداري قال لها جبت لك زوج شابين وضريفين وفيه لحمها حلو وطري ويجي لحمها فرماج قالت له والو قالت له قدي ما يدخلش قرونا هي اللي يكونوا دايرين زوج خطرات ثلاث خطرات ويجي باه الله يرحمها ويسع عليها والله يرحم جدي رحمه ويسع عليها عمي الزين ايوا تصور والله العظيم غاردي دي بون سوفونير ديك ليبوك ونلعبوا فرحانين سيتي الوقت الزين كان وقت فريمون زين والله العظيم. السلام عليكم حاج حميده هاي خي الحمد لله ايوا فات كي من هنا تحسب تحسب غير البارح تحسب البارح ولا لا تحسب غير البارح ايوا الدنيا هذه كل وقت وقته كل وقت وقته فات كي من هنا سمعت سمع المعزة سمعت توفيق سمعت المعزة سمع سمع خليكم تسمعوا شوية أجواء سمعت هذه الوعرة شوف العيد الصغير كاع هكاك ويفوت نورمال عيد كبير شوية كومبليكي الناس اللي ما عايدتشوكوش على بالك وعرة بزاف يسمعوا الآخر يسمعوا الناس كي تجيب هكاك كي يجوا كارو يدخلوا الخروف النهار الاول كي الناس تقعد شوي ما كانش يخرج منها شمو الريحه ماشي كي عيد صغير ساهل عيد صغير قش من قادر يدير واحد في ثلاثه ويريق الامور وكلش بصح عيد كبير سي تري كومبليكي عيد كبير راه غالي بزاف اش غادي نقول لكم واعره بزاف والله لا واعره فريمون واعره راح حاط عليها هذا كون يخرج لها باز ولا كيما الوليدات كانوا يلعبوا باز هنا يخرج لها باز ما يكونش عندها ريفلكس مانيش عارف انا هاد الناس يجري في طريق كيما هذه ضيقه ما تكونش عندك ريفلكس اب قادر حاجه تاع ولا يخرج لك باز كيما هكاك ما تشوفهاش ولا يولي في مشكله كاع حياته يخلص كاع حياته ويخلص يبا غالي ريت تو سافي هاي المعزه تاع توفيق يا درا اختي عجبك فوق حقنا الحمد لله يا ربي الله يجعل قبول امين يا ربي وصحه صحه عيدكم كاع لي ديزير صحه عيدكم ان شاء الله كاع الاحباب اللي يبغونا اللي يتفكرونا واللي يتفرجونا
وينعاد عليكم بالصحه والستر ان شاء الله يا ربي. واللي ما عيطش عام الجاي ان شاء الله نتفكروا بعضنا، اللي ما اللي عيط يتفكر خوه اللي ما عيطش، وينعاد علينا بالصحه والستر ان شاء الله. العام الجاي خير من هذا العام ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وقالت لك اختها قالت لك بكم كوش عندها بقرونه درت كيما جدي جداتي، وانا نقول جداتي لا في القرون لا ما فيش القرون ما تجيبهاش غير ما تجيبهاش ولا يدير غير ما تجيبهاش اذا غيدير با هذا مازال ما نطقش مازال ما نطقش كاع بكوش بكوش غدوه شو كي تبدا الذبيحه يا سبحان الله سبهم كاع كاع يبعروا واه كاع كاع سبهم يتلاقوا مساكين. ايوا الحمد لله. ايوا الحمد لله الله يجعل قبول هديه لله سبحانه. هذه هي هذه هي. يجعل ربي يتقبل منا ان شاء الله. امين يا ربي. واليوم حما هذا وين فطرنا. والحمد لله يا ربي. الحمد لله ضربنا فيها حريره سلايطه خفيفه. زويتينا. زويتينا. اه ورانا دايرين فيها فنيجي تاع قهيوه. اه حتى الفنيجي تاع قهوه. يا خويا قعد الراس ونسلموا على نسلموا على سيف الاسلام وعلى امال. واصلك تعيط لك راني هضرت معاها هي كانت خدامه كاع لا جورني. والله ما قعدت اختي سمحي لي تعيط لاختي. وانا ثاني والله ما هنيت وكنت رقدت ومن بعد الحمان اليوم تعرف هذا الحمان اللي زاد والله. ومن بعد دروك غادي دوك نطلعوا نضربوا شويه تاع لا كريم بردو كاع شويه تاعنا تاع لا كريم. ياهو ياهو نهار تاع لا كريم اليوم يوم غير لا كريم. هذه هي كل عام وانتم بألف خير. ومن بعد في فيديو واحد اخرى ان شاء الله. هذا اللي بيزا اي كلمه اخيره اختي. تصبحوا بخير وغدوه ان شاء الله تصبحوا على الهنا والفرح ان شاء الله يا ربي، ومعيدين بالصحه لا الحباب كاع الحباب اللي تفكرونا واللي سمعونا كاع ان شاء الله تعيدوا بالصحه والستر. والعام الجاي ان شاء الله يا ربي نعاد عليكم بالصحه والهنا والفرح واللي في قلبه حاجه ان شاء الله هذا العام ربي يوفيها له. أيوة يا ربي. اي السلام عليكم لي ديزات.